ازيكم عاملين ايه؟ سامعني كويس؟ طيب كنا عايزين نعرف اصلا مين يعرف الارض بتلف ولا ما بتلفش؟ مين بيقول بتلف؟ طب مين بيقول الشمس بتلف؟ الشمس بتلف ولا ما بتلفش؟ لو انت فاكر معلومه وانت صغير ان الشمس كانت بتلف فقالوا لك وانت صغير خالص في كيندر جاردن ان الشمس بتلف. لو انت فاكر معلومه اعدادي هتفتكر ان الشمس ما بتلفش، بس اكشوالي الشمس بتلف. فعلى حسب انت فاكر اني معلومه على حسب انت هتقدر ترد على الاجابه. واحنا في المدرسه كل حاجه بناخدها وبنتعلمها في الوقت ده بتفرق معانا جدا وبتفضل معانا. عشان كده وانا في ثالثه ابتدائي كان ما كنتش بحب الكومبوزيشن ولا بحب مواضيع التعبير. مين ما بيحبش مواضيع التعبير؟ اغلبيه. طيب وانا في ثالثه ابتدائي كان في المدرسه بتاعه العربي بتاعتي كانت بتحب مواضيع التعبير جدا، وكان دايما طول الوقت لو تطول ان هي تحط كل حصه بالنسبه لها موضوع تعبير، وانا دي كانت مشكلتي. فكان كل الناس تقعد تكتب بالثلاث اربع صفح وانا اقعد اكتب اخري ثلاث اربع سطور، فبالنسبه لي الحصه كلها كانت بتبقى فاضيه ما بقدرش اعمل حاجه، وطول الوقت هي قاعده بتشتكي مني ده ما بيكتبش موضوع تعبير، ده ما عنده مشكله في مواضيع التعبير. لغايه لما جيت مع وقت فبقول لها انا مش عارف اكتب مواضيع تعبير، انا مش عارف اطلع واعبر اكتر من كده، ده اخري في موضوع التعبير ثلاث اربع سطور. فوقفنا عند هنا، ولا هي قادره تقول لي ازاي اطلع موضوع التعبير، لان هي من وجهه نظرها ان انا عشان اطلع مواضيع التعبير ده حاجه كرييتيف جوايا، مش عمره ما هيطلع عن طريق اي حاجه هي سبورتد. لكن انا ما كنتش قادر، فكنت قاعد مش عارف ايه المشكله. لما روحت في يوم من الايام في ثالثه ابتدائي فبادي قاعد في البيت، فقاعد في المكتب مع بابايا وقاعدين بنكتب وبنذاكر مع بعض، هو بيشتغل في شغله وانا بشتغل في شغلي، لغايه لما جيت اكتب عن موضوع تعبير عن رجل اعمال كده كنت قاعد بقرا عنه. لما كتبت الموضوع ده قعدت اكتب لغايه لما وصلت ل 28 ورقه كتبت عنها. انا نفسي كنت باصص على اللي انا كتبته ومش مصدق ايه اللي انا كاتبه ده كله وايه موضوع التعبير ده كله. لما جيت رحت تاني يوم عشان ادي ميس عبير بتاعه التعبير موضوع التعبير اللي انا كتبته، فابتدت تقول لي مش مصدقاني هو انت اللي كاتب الموضوع ده؟ اقول لها اه يا ميس عبير انا اللي كاتب الموضوع ده. طيب اوكي طيب نبدا حصه التعبير. لما جينا نبدا حصه التعبير برضو رجعت تاني ووقفت، انا رجعت اكتب الثلاث اربع سطور تاني بس وما بقيتش عارف اكتب موضوع التعبير. فميس عبير ما بقيت ايه؟ ما بقيتش مصدقاني ولا بقت مصدقه ان انا كاتب موضوع التعبير. بس اللي انا عرفته بعد كده ان عشان اطلع موضوع التعبير فانا كنت محتاج كذا حاجه. اول حاجه كنت محتاج ان انا اقرا، تاني حاجه كنت محتاج الاتموسفير اللي يخليني اطلع في موضوع التعبير ده، تالت حاجه كنت محتاج الخطوات والستابس اللي اتطلع ده. فدايما احنا معتقدين ان في مجالات ما نقدرش نتبع فيها سيستم وخطوات وستابس عشان نقدر ننجح فيها، ولكن الواقع بيقول ان انت علشان تحط بصمتك وتنجح طول عمرك وتنجح حتى بعد عمرك ان انت محتاج تبني سيستم. عشان كده النهارده انا جاي اكلمكم ازاي تبنوا سيستم يفرق معاكم وينجحكم طول حياتكم وفي نفس الوقت يفضل بعد ما انتم موجودين. اول حاجه في السيستم ان انت محتاج ان انت تكسر عندك معتقدات اللي هي زي ان انت لازم تبدا كبير، او ان انت ان المجال بتاعي ده ما فيهوش سيستم ومش وده موضوع كرياتيفيتي، وان السيستمايز الموضوع بيبقى صعب. فانت في معتقدات دايما بتوقفنا عشان ابني اي سيستم.
تاني حاجة محتاج تتأكد أصلا إن أنت جاهز ورادي، علشان أنت لما بنيجي نخلص مثلا كلية أو كده، ناس كتير بتبقى نفسها تفتح ستارت أبس، وناس كتير تفتح تبدأ في الشغل بتاعها، ولكن بيتفاجئوا بعد ما يشتغلوا سنة أو أقل من سنة إن البيزنس بتاعهم وقع أو إن الستارت أب بتاعهم وقع. وده بسبب إن هم بيبقى عندهم نقص في حاجتين مهمين. إيه هم الحاجتين؟ النولج والأويرنس، العلم والمعرفة نفسها. العلم والمعرفة نفسها اللي هو أنت محتاج تكتسبها واللي محتاج تعدي بيها، فدايما ما تستعجلش على العلم والمعرفة دي. تالت خطوة في السيستم إن أنت لازم تبقى متأكد إن أنت في أوقات من وقت من الأوقات لازم هتفشل، ولازم هيحصل لك دروبس، ولازم هتقع. لو أنت وقفت في أي دروب وأي فشل، إيه اللي هيحصل؟ هتبقى عامل زي مين؟ مين ده؟ عمرو زكي. مين يعرف قصة عمرو زكي؟ عمرو زكي كان بيلعب في الدوري الإنجليزي، وكان ممكن مستقبله يبقى زي محمد صلاح أو أحسن، وفي أول 11 ماتش إيه اللي حصل؟ كان هداف الدوري الإنجليزي، بس بعد 11 ماتش بس نجمه طفى. بعكس واحد زي محمد صلاح، هو كل خطوة بيدور على النجاح اللي بعده. فكتير قوي بنقف عند الفشل اللي احنا وقفنا عنده، وبندور على خطوة جديدة، وندور على البرفكشن. محتاج ان انت تأفويد البرفكشن. وازاي؟ ودايما كلنا مش قادرين نطلع اوتبوت، عشان انا عايزه يطلع 10 على 10، وعايز الحاجة تظبط 10 على 10. طب ازاي الحاجة تظبط 10 على 10؟ طلعها 5 على 10، طلعها 7 على 10، وبعد كده اقعد حسن فيها. Do it then fix it. اعملها الاول وبعد كده اقعد صلح فيها وادت فيها وغير فيها. لانك لو انت مستني ان هي تطلع 10 على 10 من اول مرة، عمرك ما هتظبطها. رابع حاجة، ازاي اصلا توصل لمرحلة النجوم؟ احنا لو بصينا في السماء هنلاقي كتير قوي في نجوم، وفي حاجات غير النجوم، هنلاقي طيارات كمان، هنلاقي حاجات كتير قوي بتنور. لكن في نجوم دايما احنا باصين لهم. عشان اوصل ان انا ابقى نجم اصلا، دي مش الخطوة الاخيرة، دي اول خطوة ممكن تكون عملتها، بس هي الفكرة كلها انت قادر ان انت تكمل بعد كده ولا مش قادر. طب ازاي اوصل ان انا ابقى اصلا نجم؟ اول حاجة هتدور على سيستم في نفس الفيلد او في نفس المجال اللي انت بتشتغل فيه او عايز تنجح فيه. دي اول نقطة. تاني نقطة، ان انت هتفولو الابروفل سيستم ده وتشتغل فيه، سواء تكنيكال او مانجيريال، وبعد كده تبص ان انت تطور فيه. فاول حاجة ان انت تدور على الفيلد اللي انت بتحبه، وتاني حاجة ان انت تفولو السيستم ده. فما تفتكرش ان انت اول خطوة ان انا هبدأ على طول as a star او as a نجم. لا، انت لازم الاول تتعلم ازاي تبقى تكنيكال، وتعلم الفنيات في المجال اللي انت بتحبه. وتاني حاجة ان انت تدير كذا مجموعة فنية وكذا ادارة فنية، وتشوف الفنيات دي بتدار ازاي، وبعد كده تدخل على الخطوة التالتة، ازاي ان انت تبص لقدام وبعد 5 سنين المجموعة دي هتبقى عاملة ازاي وتخطط ليها. فدول 3 خطوات مهمين جدا محتاج ان انت تعديهم، بس في approval system. فانت محتاج تشوف سيستم ناجح وتدخل فيه اصلا عشان تشوف السيستم ده. رابع حاجة ان انت طول الوقت انت قاعد بتمجر وبتإيفالويت، انت شايف خطواتك وشايف انت وصلت فين. فلو انت مش شايف ده، انت هتتوه في اي خطوة فيهم، وهتفضل طول الوقت في خطوة فيهم. خامس حاجة، ابتدي شو السيستم اللي انت كنت شغال فيه، هتلاقي فيه حاجات كتير قوي تقدر تعدل فيها وتكرييت وتبني السيستم بتاعك. طب هو انا ليه اصلا ابني سيستم؟ عارفين اوبر؟ ايه الفرق بين اوبر وكريم؟ مين اشترى مين؟ اوبر اشترت كريم. طب اوبر لما اشترت كريم، مين اللي نجم ومين اللي صن؟ مين اللي نجم؟
كريم ومين اللي صن؟ ليه؟ مين اللي هيكمل بعد 10 سنين وهنفتكره؟ ومين اللي خلاص اتباع؟ اوبر هي اللي هتكمل وهتفضل. وابتدت تبص لسيرفيسز جديده بعد حتى ما اشترت كريم وقبل ما تشتري كريم، فدايما قاعده بتزود وبتكبر في البيزنس بتاعها وبتكبر في شغلها. ففي ناس كتير بتبص على الدنيا بشكل مختلف. كان ببساطة جدا كانت ممكن كريم ما تسمحش بكده ان هي تتباع، لكن علشان هي اوبر، عشان هي بتدور ان هي تكبر اكتر وتفضل اكتر، فده اللي عملته. فبتدور دايما ان هي ازاي تكبر البيزنس بتاعها وما بتقفش عند حتة معينة. طيب هو انا اصلا لما ابقى صن وابقى واوصل للمرحلة دي ايه اللي هيحصل؟ هحس بايه؟ وايه اللي هيوصل لي؟ هيوصل لي هابينس اول حاجه، لان بعد هتشوف الدنيا اصلا بشكل مختلف، هتشوف البوزيشن اللي انت فيه بشكل مختلف، هتتعامل مع الماني والفاينانشلز بشكل مختلف. وتاني حاجه الاوريجيناليتي، هتحس ان انت اصلا وهتتاكد ان انت كرييتد يور اون سيستم. لما انت خلقت السيستم بتاعك وابدعت السيستم بتاعك هتعرف يعني ايه الاوريجيناليتي، ومش هيبقى فارق معاك اي نسخ او اي حد يقلدك. ثالث حاجه هيظهر اللويالتي، الناس اللي بتتبع السيستم بتاعك والناس اللي هي عايزه تدخل في المنظومه زي ما انت دخلت قبل كده في ابروفال سيستم، الناس هتبقى عايزه تدخل في المنظومه وفي السيستم بتاعك، فهيبقى في ناس لويال كتير للسيستم بتاعك. ناس كتير بتخاف ان هي تقول او تخاف على السر بتاع النوها وبتاعها، وما بتحبش تنشر اللي هي وصلت له او تقول ازاي وصلت له. لكن الواقع بيقول ان الناس اللي فعلا عايزه تبقى وتفضل والبصمه بتاعتها توصل محتاجه ان هي تنشر السيستم بتاعها. وده اللي بيعملوه الناس دي، ده اللي بيعملوا مجدي يعقوب، بيعملوا ايكيا، ان هم حاطين الريسورسز بتاعتهم وحاطين الناس عشان وبيساعدوا الناس ان هم يبقوا زيهم ويستخدموا بعد نفس السيستم بتاعهم ونفس طريقتهم. فاللي انت محتاجه ان انت بعد ما تبني السيستم بتاعك محتاج ان انت تنشره، ومحتاج ان انت ما تبقاش قلقان منه، ومحتاج ان انت تبقى شايف كل حاجة فيه، علشان انت اول ما بتنشر السيستم ده ويتثبت باسمك ويدوكيومنت وموجود والناس تقدر تستخدمه، هنا هيبقى الاثر وهيفضل الاثر بتاعك وبتاع اي حاجة تخص المنظومة اللي انت عملتها او تخص الاثر اللي انت عملته. لو انت اصلا كرييتد السيستم عمرك ما هتخاف من اي نسخة او اي حد بيحاول يقلدك، لان انت اللي بتكرييت. اخر خطوه معانا هي الاسطوره. لما جيت دخلت المدرسه هنا لقيت جنب المكتبه لقيت اسم ميس الهام جنينه الله يرحمها، كان محطوط عليها كلام ان المكتبه دي باسمها، ومحطوط الكلام ده محطوط ايه: When the sun goes to the west and disappears away from our eyes, that doesn't mean it dies, simply you will shine to the rest. ففي ناس بتوصل ان هي تبقى ليجند وبيفضل الاثر بتاعها موجود مهما عدى اي وقت. فانت محتاج ان انت تورجنايز الدنيا وتظبط الدنيا بحيث ان انت تبقى عارف وتشوف الاثر بتاعك وهو بيتبني، الاثر بتاعك وهو فاضل، الاثر بتاعك وهو ده. فبايدك تختار، يا إما تبقى زي ميس عبير بتاعت التعبير، يا إما تبقى تفضل أثرك. شكراً.